اختتمت فعاليات مهرجان دور الرياضة للجميع لمراكز شباب حياة كريمة بجنوب سيناء بمشاركة 12 مركز شباب من مدن المحافظة. وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة، تم خلالها تنفيذ مسابقات رياضية في رياضات الكرة الطائرة واللياقة البدنية وغيرها من المسابقات والأنشطة. حياة كريمة اهتمت الحكومة ووزارة الشباب والرياضة بالبنية الأساسية في مراكز الشباب والأندية، وأوكلوا لينا، وده شرف لينا إن احنا نعمل البنية الأساسية للإنسان لممارسة الرياضة. فالنهاردة شايفين عندنا مجموعة كبيرة جدا من السيدات والفتيات والولاد والشباب بيمارسوا الرياضة، جايين من عدد من المناطق من جنوب سيناء الحبيبة، من أبو زنيمة وبورديس والطور وشرم الشيخ. مراكز الشباب مهمة جدا، بنقول لهم احنا النهارده بالادوات دي بنمارس الرياضه. اشتغل على كره حياه كريمه، بنعمل دوري في محافظه جنوب سيناء، عدد مراكز شباب 12 مركز شباب اللي اشتغلنا عليهم، عدد المستفيدين 750. النهارده اللقاء الختامي عاملينه في شرم الشيخ في العاب متعدده، لياقه بدنيه، شد حبل، طايره، يعني العاب كتير جدا. نفذ مشروع تبع اسمه لياقتي مهارتي تبع التنميه البشريه تبع وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع اليونيسيف. المشروع بيستهدف البنات من سن 10 سنين ل 15 سنه. المشروع بيهدف ان احنا ننمي البنات الاول، ان هي البنت تعرف نفسها وتعرف ازاي تتعامل مع نفسها بصوره صحيه، تعرف ازاي تتعامل مع المجتمع، تكتشف نفسها، تكتشف تعرف يعني ايه. البنات دلوقتي اغلبهم كل حاجه مثلا ممكن تقول ده من حقي، ده من حقي، زي ما انت مالكي حق معين طالباه من بابا، من ماما، من مدرسك، من المجتمع، اكيد المجتمع ليه عليكي واجبات معينه لازم تاديها قدام الهدف دوت. حبيت اكون جزء النهارده من مبادره الرياضه للجميع، لان اكيد العقل السليم في الجسم السليم، واكيد ده هيشجعني في حياتي بعد كده قدام مهنيا وجسديا فكريا.